روح يا شيخ الله يعمر بيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى نبي، عيسى نبي، وكل من له نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا أحبابي وأصحابي في فيديو جديد من يوميات أبو البنات. الفيديو النهاردة إن شاء الله بتاعنا يكون مختلف عن جميع الفيديوهات اللي فاتت. خلصنا طبعا، احنا بنتكلم على مواعيد أطرة، خلصنا مواعيد المناش إن شاء الله، وهنبدأ في مواعيد خط بحري. خط بحري اللي هو إيه؟ اللي هو من اسكندرية، اللي هو من محطة مصر، من محطة مصر اللي موجودة هنا في القاهرة لمحطة مصر اللي موجودة في الاسكندرية، عشان ما نتوهكوش هنقول من القاهرة لاسكندرية. طبعا الأطرة دي كتير قوي ومواعيدها كتير قوي، فاحنا ان شاء الله هنوفر لكم القطر ومواعيده ونوعه ايه، مميز ولا في اي بي او الكلام ده كله. وان شاء الله واحده واحده هنحاول نحط لكم في كل فيديو 5-6 قطرات عشان ما تتوهوش معانا. ولو في اي حد اي ميعاد عايزه في اي مكان في اي قطر يكتب في التعليقات وانا ان شاء الله هوفره له. معلش في ملحوظه صغيره، كان في حد قالهالي يعني قال لي ليه انت مش حاطط التذكره او سعر التذكره. سعر التذكره يا جماعه ممكن بكره بعده يتغير، عشان يتغير سعر التذكره وانا احطه في الفيديو او اتكلم عليه في الفيديو، فطبعا هيعمل مشكله ان انا بكذب عليك. اما تيجي تتفرج على الفيديو مثلا، اما تيجي تتفرج على الفيديو بعد شهر 2-3 بعد سنه، تمام، فالميعاد هيفضل زي ما معظم المواعيد دي يا جماعه من زمن الزمن ما اتغيرتش، فالميعاد معظمه ما بيتغيرش. اما سعر التذكره بيتغير. اما اجي اقول لك التذكره سعرها كذا وتيجي بعد شهر ولا شهرين تلاقي التذكره يقول لا ده ايه ده كداب، ده الفيديو ده ما يعرفش حاجه. اما لو في ورق كده ورق حد بقى؟ لا والله لسه الورق معلش يا جماعه، ده واحد بيسال على حاجه تتوقع منه في الراجل فبيسال عليها، انا اسف يعني. هكمل معاكم، هنرجع نقول فلو حد عايز اي ميعاد او لو حد عايز اي سعر تذكره يكتب لي في التعليقات وانا اقول له سعر التذكره كام في الوقت الحالي، فان شاء الله الملحوظه دي. اما بالنسبه للمواعيد يا جماعه فان شاء الله اكون متوفره كلها، واتمنى يا رب ان انا اكون عند حسن ظنكم. وتعالوا معانا نشوف مواعيد اسكندريه او القاهره اسكندريه ان شاء الله، وهيكون معانا 3-4 قطرة في قطر واحد، في قطر اللي هو المكيف المميز، كل القطرة هتبقى موجودة. أتمنى يا جماعة إن أنتوا تفعلوا معايا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، واللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما عملش فعل الجرس فعل الجرس، واعملوا كل عشان يوصلك كل جديد، وتعالوا معانا نشوف بقية القطرة. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب.